يحدث. كان ضيفنا بالأمس الدكتور محمود البدوي المسؤول عن الحقوق والمسؤول عن إحدى المؤسسات العاملة في رعاية حقوق الأحداث والمدافعة عنهم. دكتور محمود، امبارح بلغنا إن هو بصدد التوجه إلى النائب العام لتقديم بلاغه، وهو معنا على الهاتف هنعرف عمل إيه. دكتور محمود، أهلا بيك. أهلا بيك زمان، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. عايز أعرف إيه التطورات اللي حصلت في القضية؟ طيب ابتداء بس انا بحييك وبحيي فريق العمل على ان انتوا يعني مش زي كتير من البرامج بتفتحوا الملف وتقفلوه تاني. المتابعه دي شيء جيد باذن الله ان شاء الله عشان نرتقي باوضاع المعيشيه للاطفال داخل دور الرعايه او اماكن الاحتجاز. انا بالفعل النهارده كوعدي لحضرتك وللساده المشاهدين، امس انا بالفعل توجهت صباح اليوم الى مكتب الساده المستشار النائب العام وتقدمت بالبلاغ رقم 17234 لسنه 2014 عرائد النائب العام ببلاغ ضد كل من السيد الوزير وزير الداخليه بصفته، والاستاذه الدكتوره وزيره التضامن الاجتماعي بصفتها، والسيد مدير اداره رعايه الاحداث بوزاره الداخليه، وعدد من المسؤولين داخل وزارتي الداخليه وداخل وزاره التضامن الاجتماعي، واللي هم بيشرفوا هم الاثنين على دور الرعايه او المؤسسه العقابيه من المرج للتحقيق في كافه المخالفات او الجرائم التي ورد ذكرها في الشهادات التي تم عرضها امبارح على الساده المشاهدين، واللي اعتقد ان هي كانت صادمه للمجتمع كله واثارت ردود افعال كبيره جدا جدا. انا من بعد برنامج حضرتك امبارح تلقيت العديد من المكالمات من خارج مصر ومن داخل مصر، ناس كلهم بيقولوا يا ترى انتوا هتعملوا ايه، انتوا بتقولوا جمعيات حقوقيه، يا ترى هتعملوا ايه، ولابد من ان تنتصروا لحقوق هؤلاء الاطفال. بعد ما حضرتك غادرت على الفور كلمنا السيد وكيل وزاره الداخليه لشؤون الاحداث وقال ان هذه الامور لا تحدث اطلاقا، قال ان في مراقبه دوريه ورقابه من المنظمات الحقوقيه والمجلس القومي لحقوق الانسان، ونفى نفيا قاطعا. الكلام ده غير مظبوط، وانا بقول لسيادته يا ريت يراجع تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان قبل ثوره 30 يونيو. في تقرير، والتقرير خلص الى مجموعه من التوصيات التي تتنافى تماما مع كل ما جاء بمداخلته، وهو طبيعي ان سيادته لازم يخش يقول والله كل حاجه تمام وكل حاجه كويسه، وده للاسف الشديد استاذ منى اللي بيخلينا دائما وابدا واقفين في محلك سر ما بنتحركش، لان اولى خطوات العلاج ان اعترف بانني مريض. وللاسف هناك بعض القيادات داخل وزاره الداخليه اللي دائما وابدا يعني ترغب في وضع راسها في الرمال وانكار ان هناك بعض المشاكل او بعض الخروقات او بعض القضايا التي ربما تثير حاله من الجدل زي الحاله اللي احنا كنا بصددها امبارح. وان كان كمان انا في امر اود ان اوضحه للساده المشاهدين عشان يعني كل واحد ياخد حقه. امبارح كان الشهادات اللي احنا سمعناها كان في شهاده ولد تحدث عن انه حصل له حادثه هك عرض جماعي. الولد دوت الواقعه بتاعته ما حصلتش في المؤسسه العقابيه في المرج، الواقعه دي حصلت في اسم شرطه طنطا وتم تحرير محضر عنها. وانا امس بعد البرنامج واليوم تلقيت اتصال من الاستاذ عبد العزيز عبد الفتاح اللي هو تقريبا مدير الرعايه الاجتماعيه بالمؤسسه العقابيه بالمرج، وابلغني بان الواقعه دي كانت في سنه 2012 وهو حقق في الامر من جديد، ووصل ان هناك بلاغ محرك من سنه 2012 ضد هذه الواقعه، ضد مجموعه اللي اتصفوا الطفل ده وهتكوا عرضه، وتم احالتهم للمحاكمه لاتخاذ اللازم. ولكن هذا لا ينفي الجرم ولا ينفي يعني ما علمناه امس، وحضرتك استمعت الى الشهادات بنفسك، ان ده سياق عام مش حاله استثنائيه. طبعا يمكن البلاغ اللي احنا تقدمنا بيه النهارده للاستاذ المستشار النائب العام، احنا هنضيف ليه ارقام البلاغ الجديد اللي احنا تلقيناه من الاستاذ عبد العزيز عبد الفتاح في المؤسسه العقابيه بالمرج، ولابد ان الملف ده يتفتح على اوسع نطاق علشان السيد مامور الاسم اللي حصلت عنده الواقعه دي وسابها تتكرر اكتر من مره لابد من محاسبته ومجازاته.